السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أستاذ محمد صبري. وفي الفيديو دوت هنشوف إزاي نسأل عن السعر. يبقى مرة تانية، إزاي نسأل عن سعر شيء. أول حاجة لازم نعملها نشوف الحاجة اللي نسأل عنها دي مفرد ولا لا تعد ولا جمع. يعني أي اسم في الإنجليزي، يا إما singular مفرد زي مثلا a pen a book، يا إما uncountable لا يعد زي مثلا water milk كده. واسم بقى بيبقى جمع زي مثلا bins books tables كده. فطبعا أول حاجة أشوف الحاجة اللي عندي اللي هسأل عنها ديت مفرد، يعني حاجة واحدة زي book shirt تي شيرت كده، ده مفرد. حاجة لا تعد مثلا water milk oil، حاجة زي كده لا تعد. او جمع زي مثلا boys girls حاجة ديت. تعال نشوف بقى لو مفرد هنسأل ازاي، ولو لا تعد هتسأل ازاي، ولو بلولر جمع هتسأل ازاي. هنفرض دلوقتي ان احنا دخلنا مكتبة وعجبني القلم دوت وعاوز اسأل عن تمنه. هسأل اقول ايه؟ اول حاجة عندنا اداة الاستفهام اللي بتسأل عن التمن اسمها how much. how much هقول how much is this، how much is this، بس كده. يبقى انا هقول how much is this. في طريقة تانية برضك ممكن نستخدمها، انا دخلت برضك مكتبة وعجبني الكتاب دوت وعاوز اسأل عن تمنه. اول حاجة طبعا الاساسي how much. احنا في الطريقة الاولانية قلنا how much is this. طب في الطريقة التانية how much for this. امسك كده الكتاب في ايدي وقول له how much for this، يعني بكام دوت. يبقى خدنا كده طريقتين، الطريقة الأولانية how much is this، الطريقة التانية how much for this. الطريقة التالتة لو دخلت بردك محل ملابس فعجبني تيشيرت معين كده، فأنا بقى عاوز أسأله أقول له تمنه كام لو سمحت. هقول له how much is this، أو how much for this، أو how much for this one. how much for this one. يبقى كده خدنا ثلاث طرق ازاي نسأل فيهم عن المفرد. كل ده احنا بنتكلم عن حاجة واحدة. تعال بقى نشوف لو حاجة uncountable. تعال نشوفه بقى الـ uncountable. جيب لي ازازة مية، قال لي زي ما تعاملنا مع المفرد بالظبط، هتقول how much is this، بس كده how much is this. طب جيب لي ازازة زيت نفس الكلام، how much is this، how much for this، how much for this one. طب مثلا جيب لي دقيق مية لبن سكر، او how much is this، او how much for this، او how much for this one. يبقى المفرد او الـ uncountable كله زي بعض. قال لي طب لو جيب لي بقى بلولر جمع، جيب لي مثلا اربع تيشيرتات وعاجبني وعاوز اشتريهم، اقول ايه؟ هقول how much، بردك أداة الاستفهام واحدة how much. قال لي بس التانية كنا بنقول is this، قال لي لا دول جمع ما ينفعش is اصلا، هنقول how much are these، how much are these. يبقى المفرد how much is this، الجمع how much are these. طب جايب لي بنطلون، قال لي ده مفرد ايه ده، انت حطه مع الجمع ليه يا مستر؟ قال لي بص اي حاجة في الملابس مكونة من حاجتين زي بنطلون الشورت الشراب الشوز، الحاجات دي مكونة من حاجتين بتعامل معاملة الجمع، فنقول how much are these، او how much for these. ماشي، يبقى زي ما ايه اخدنا في المفرد في الجمع. قال لي طب لو جيب لي نظارة برضك جمع، ايوه sunglasses جمع برضك، هقول how much are these، او how much for these، او how much for these ones. مش for this one بقى، لا for this ones. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وتعالوا بقى نكتب الحاجات كلها اللي احنا قريناها عشان نشوفها بالتفصيل. يبقى دوت المفرد how much is this، how much for this، how much for this one. يبقى كده ده طريقة الايه المفرد. طب طريقة اللا يعد، how much is this، how much for this، how much for this one. قال لي طب والجمع، how much are these، how much for these، how much for these ones. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. goodbye، have a nice time.